بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، والطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون لطيف على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. النهاردة كمان في شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خصوصا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار خفيفة وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة رامية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. وطبعا بقالنا يومين متعرضين لمرتفع جوي بيرفع من درجات الحرارة بقالنا كذا مرة، ذروته إمتى وهينتهي إمتى؟ بالفعل يمكن احنا خلال هذا الاسبوع بنتاثر بارتفاع في درجات الحراره على اغلب محافظات الجمهوريه. ذروه الارتفاعات هتكون يوم الخميس وغدا الجمعه ان شاء الله، لانه متوقع اليوم يكون في مزيد من الارتفاع في قيم درجات الحراره بحوالي من درجتين عن امس او اول امس، يعني اليوم عظمى على القاهره الكبرى ما بين 36 الى 37 درجه مئويه خلال فتره النهار. بيتأثر بالفعل بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض. المرتفع الجوي ده بيعمل على حبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، بالإضافة كمان مصادر الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية، ففيها ارتفاع في قيم درجات الحرارة. الأجواء خلال فترة النهار بتكون أجواء شديدة الحرارة على المناطق الموجودة في الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، بعض المناطق من جنوب الصعيد وايضا جنوب سيناء. اجواء حاره على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، ده بيكون خلال فتره النهار وتحديدا في فتره الظهيره. يمكن اغلب مناطق الجمهوريه بتشهد ارتفاع في قيم درجات الحراره خلال فتره النهار. اول ما اشعه الشمس بتغيب وبنخش فترات الليل درجات الحراره بتبدا تنخفض، بتنخفض بشكل ملحوظ خلال ساعات الليل المتاخر فتره الصباح الباكر. هتبقى فترات الليل لطيفه جدا، خاصه زي ما بنقول فترات الليل متاخر فتره الصباح الباكر الاجواء هتكون لطيفه في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان مع وجود نشاط نسبي للرياح سرعاته ما بين 30-35 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده بيكون في بعض الاماكن خلال فترات المساء ساعات الليل، بيقلل احساسي بوجود نسب رطوبه في الجو، فبالتالي بيساعد على احساسنا بانخفاض درجات الحراره. ما زالت الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال هذه الايام هي الشبوره المائيه، لان هي دايما هي اللي بتظهر في حالات استقرار في الاحوال الجويه. شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، واللي ممكن تكون كثيفه احيانا على بعض الطرق المؤديه من والى محافظات الوجه البحري، السواحل الشماليه، مدن القناه او وسط سيناء. وطبعا مع تكون الشبوره المائيه بيكون في ساعات الليل المتاخر وبتستمر معانا فترات الصباح الباكر حتى استطلاع اشعه الشمس. تقريبا مع الساعه 7-8 صباحا الشبوره المائيه بتبدا تختفي بشكل تدريجي وتبدا الرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. كمان اليوم متوقع ان يكون معانا فرص لسقوط الامطار الخفيفه واللي ممكن تكون رعديه احيانا على بعض المناطق من اقصى جنوب البلاد، بعض المناطق الموجوده في اسوان، بعض المناطق كمان من جنوب سلاسل جبال البحر الاحمر زي حلايب وشلاتين. الاجواء هي الحمد لله الظواهر الجويه كلها مش مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، لكن احنا هنحس ان درجات الحراره فيها ارتفاع كمان عن بدايات هذا الاسبوع. متوقع كمان غدا الجمعه استمرار الارتفاع الملحوظ في قيم درجات الحراره. ارتفاع درجات الحراره امتى ينكسر ان شاء الله؟ مع يوم الحد المقبل، مع يوم الحد اللي جاي ان شاء الله يبدا ياثر علينا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، هيعمل على وجود السحب المنخفضه والمتوسطه وانخفاض في قيم درجات الحراره بمعدل 3-4 درجات، بالاضافه كمان فرص الامطار اللي هتكون بشكل متفاوت في معظم محافظات الجمهوريه لكن غير مؤثره تماما ان شاء الله على اي اعمال انشطه يوميه. مهم بس ننصح كل الساده المواطنين خلال هذه الايام على الاقل في 72 ساعه اللي جايه قدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس خلال فترات الظهيره. القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق خلال فترات الصباح الباكر، نشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، بالاضافه كمان ان احنا مهم جدا ان احنا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان وارد يحصل تغير في خرائط الطقس او في الحاله الجويه في اي وقت.
طيب بما ان احنا في فصل الخريف وفي ارتفاع في درجات الحراره احنا بنعيشه حتى النهارده ومكمل معانا لحد بكره، يوم الاحد هيحصل انخفاض في درجات الحراره وممكن يبقى في اجواء ماطره، التباين او التقلبات الحاده والسريعه في فصل الخريف، تقدري تنصحي الناس بايه في حاله زي دي؟ هو طبعا احنا دايما متعودين على كده، يعني فصل الخريف بالفعل هنلاقي يوم في ارتفاع في الحراره ويوم في انخفاض في الحراره، هنلاقي كمان بعد كده فرق درجات الحراره بين فترات النهار وفترات الليل. هي النصيحه المهمه والاولى اللي احنا دايما بنقولها مع حضراتكم ان احنا نشوف النشره الجويه او نتابع النشره الجويه عشان نبدا نكيف نفسنا مع الظروف الجويه المختلفه، ونخلي بالنا تدريجيا كمان مع الاسبوع اللي جاي نوعيه الملابس نبدا ناخد بالنا منها بشكل كبير، خاصه لما نلاحظ الفرق الكبير بين فتره النهار او فتره الليل، او نبدا نلاحظ البروده فترات الصباح الباكر او فترات الليل المتاخر، هنبدا نقول ان احنا محتاجين يكون معانا جاكيت خفيف او نضيف قطعه ملابس اضافيه، بس ده لما نبدا نحس بالبروده خاصه في الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. بس هي النصيحه المهمه ان احنا نتابع النشرات الجويه ونبدا نكيف نفسنا مع الظروف الجويه المختلفه، ان كان ارتفاع في الحراره او انخفاض في الحراره او امطار، بس ناكد ان الاحوال الجويه الحمد لله على مدار كمان الاسبوع اللي جاي رغم انخفاض درجات الحراره وسقوط الامطار، لكن ما فيش منها تاثير على اي اعمال انشطه يوميه. احنا هنشوف اجواء خريفيه نستمتع بيها كلنا وما نقلقش تماما الحمد لله الاحوال الجويه، رغم ان يبقى عندنا بعض التقلبات الجويه لكن غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 36 والصغرى 25، العاصمة الإدارية 36-24، اسكندرية 32-23، العلمين الجديدة 32-23، مطروح 31-22، دمياط 33-24، بورسعيد 33-23، الإسماعيلية 37-24، السويس العظمى فيها 36 والصغرى 24، العريش 33-24، كاترين 33-16، طابة 35-25، حلايب 35-27، شلاتين 39-27، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 40-28، الفيوم العظمى فيها 38 والصغرى 23، بني سويف 38-23، الوادي الجديد 44-23، أسيوط 41-22، سوهاج 42-25، قنا 44-26، الأقصر 44-27، وأخيرا أسوان العظمى فيها 45 والصغرى 27. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية هنروح لأحمد ومنا نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا، وشكرا موصول للدكتورة منار غانم.